أكبر الأسماء في الوطن العربي بتحرص على المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، خاصة مع عراقة المهرجان وجمهوره الكبير اللي بيملى كراسي المسرح الكبير خلال أيام المهرجان. موجود معانا النهاردة واحد من أهم الأسماء في عالم الموسيقى والطرب، وهو المطرب الكبير لطفي بوشناق اللي بيشارك في احتفالية الافتتاح لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32. بنرحب بحضرتك معانا، أهلا بيك. تحية حب صادقة من القلب من تونس الخضراء إلى كافة الشعب المصري وإلى كافة الشعب العربي وإلى قناتكم قناة الحياة. أهلا بحضرتك معانا، وبنحب نرحب بيك دايما في المهرجان ألف وفي شكر. مصر كلها، وحابين نعرف إيه اللي بيمثله لحضرتك مهرجان الموسيقى العربية. مهرجان الموسيقى العربية دوره كبير وكبير جدا، مش في مصر، في كل العالم العربي، لأنه محافظ على الأصالة العربية والعراقة العربية وتاريخ الشعب العربي والفن العربي بكل القوالب الفنية متاعه، وبكذلك مبدعيه كانوا مصريين ولا كانوا عرب. وهذا يعني نحب نقول والله مع احترامي الكبير، يعني دور هالمهرجان ويعني في مستوى او اكثر حتى من الجامعه العربيه، يعني لانه يجمع القوة الناعمة، نقدر نقول كده. احنا دايما جسر ممدود باش يوحد الشعوب العربية من خلال الثقافة والفن، وهو من أهم الأشياء اللي تبقت في أيدينا الثقافة. وحضرتك دايما بتحرص على التواجد من الحين الآخر في المهرجان، الاستمرار بالصفة المعتادة ده أكيد وراه حاجة برضه. لي الشرف طبعا، لاني يعني لانه المهرجان هذا محافظ على الـ يعني الـ النكهه العربيه في الالحان والقوالب العربيه، المعزوفات السماعي واللونجات والموشحات والادوار والارتجالات والمونولوج والديالوج، يعني مهم جدا باش نحافظوا على اصالتنا وتاريخنا، وباش ندعم كل المبدعين في هذا المجال من مصريين كانوا أو عرب، فدورها مهم جدا جدا. دار إزاي أثرت على حضرتك علاقتك بمصر والموسيقيين المصريين في مشوارك الفني ككل؟ حبيبة قلبي، يعني مهما قلت يعني مصر يعني فضلها عليا وفضلها على الأمة العربية كلها، يعني منش نجامل يعني فنانينها الكبار مش نذكر، يعني ما شاء الله يعني عدد كبير ومبدعين كبار، ويكفي اليوم احتفال بفنان كبير السيد درويش وما أدراك، ومهما قلنا في حقه مقصرين، يعني تعلمنا عليه وهو وغيره، المرحوم عبد الوهاب وصالح عبد الحي وسلامة حجازي ومحمود صبح وفتحية أحمد والسيد مكاوي وأحمد صدقي، يعني والقائمة عايزين حلقات كثير. يا حبيبة قلبي، فيعني فضل عليا وأنا الشرف لي أني أشارك في مهرجان بهذا التاريخ وبهذا القيمة. أنا حبت وتحبت ودارت وتمنت حبي يعيش، ومخبي لروحي كلام في روحي وروحي ما تخبيش. أنا حبت وتحبت ودريت وتمنيت حبي عيش، ومخبي لروحي كلام في روحي وروحي ما تخبيش. وكلامي شجر عطشان للفن، عطش الجناحين للريش. وكلامي شجر عطشان للفن، عطش الجناحين للريش. فينك يا عبد الحي يا سلامة يا شيخ سيد درويش. مع كل زيارة ليك لمصر بتلاحظ ايه التغيرات اللي بتحصل في شكل القاهرة؟ هي حاجة باش نكون صادق معاك، يعني هي تفكرني في الأساتذة الكبار اللي أنا أقمت في مصر 5 سنوات متتالية، وكنت مع الفنانين الكبار سيد مكاوي وأحمد صدقي ومحمد الموجي وعبد السلام أمين، ويعني والقائمة تطول، وهاني شنودة، ويعني نقدر نقول إن هي بتعيد الذكريات الجميلة؟ بس بتوجع من جوه لأنهم راحوا. بس مصر تبقى، أنا نقول لهم أنا مصر، ونقولها في كل مكان، الكلية تتعلم في مصر، في شوارع مصر في كل ركن تاخد درس،
وش تحب في مصر؟ تحب الثقافة الدينية موجودة، تحب الثقافة السياسية موجودة، موجود. تحب النكتة موجودة، تحب كل شيء موجود وفي كل ركن في 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 في, في مصر، وتاخذ درس وتاخذ فيه حكاية. صحيح. الحيطان بتتكلم فيها تاريخ.